الستات ما بيعرفوش يكذبوا، شايف ان ده حقيقي؟ غلط تماما. بصي، اكتر ناس كدابين في الدنيا دي الستات. ليه بقى؟ يسألين يقولي ليه؟ ليه؟ الستات كلهم كدابين، يعني انت فاهمة؟ تيجي ايه بقى اللي هو تبقى مثلا ايه، انت كلتي، تقول لك لا ما كلتش، فاهمه؟ عزومات بقى وكده وجو مصالح، انت فاهمه؟ زي هو لسه الصبح وانت فاهمه كلتوا، لا ما كلناش، عشان تروح تعزمهم، فاهمه؟ هم بيواكلين اصلا ومحشي بقى وكرومب ومظبطين الدنيا خالص، انت فاهمه؟ تيجي بقى ايه في المحاضرات بقى، انت فاهمه ازاي؟ ذاكرتي؟ لا ما ذاكرش، لا دحيحه اصلا ميته نايمه على الكتاب كده، ما بتقومش من على الكتاب، انت فاهمه ازاي؟ فالستات بطبيعتهم كدابين بصراحه والله، يعني انا واحد من الناس. لا الستات كدابين جدا والله. انا شايفه ان الرجاله برضو بيكذبوا زي ما الستات بتكذب، كل انسان عنده نسبه من الكذب، يعني مش خاص بها جنس معين او فرد معين، بس هو الفكره ان هو بيكذب ليه وبيكذب ازاي بتختلف من شخص لشخص ومن موقف لموقف. لا ما فيش حد ما بيكذبش، يعني كله بيكذب، الستات والرجاله. بس عشان اكون صريحه معاكي، انا شايفه ان مفيش حد ما بيكدبش، مش بس ست او راجل، لان شايفه لان كله، يعني اكيد اي موقف ممكن تتعرضي له انت غصب عنك تضطري بقى تكدبي. والله هم ابو الكذب عموما، يعني هم مفيش بعد كده كذب، يعني لو مش هم اللي هيكذبوا امال مين اللي هيكذب؟ والرجاله ما بيكذبوش خالص. الرجاله لا، الرجاله ما بتكذبش الصراحه، يعني الرجال قلبها ابيض والله، ما بيكذبوش. ما بصي كدبه بيضه بتاع، ماشي فاهمه؟ لكن البنات بقى يعني بتحب تحور بقى كتير، يعني تقول لك انا هنا ومش هنا بقى، تقول لها مثلا ما تروحيش كده، تقول لي ماشي حبيبي وبتاع وكده، تاني يوم تلاقيها راحت في حته وبتاع، انا زعلانه وبتاع، بيحبوا يحوروا يعني، فاهمه؟ بس يعني بصراحه ما بيعرفوش يكدبوا، بس في منهم برضه بيعمل حوارات وحاجات كتير، بس هم من ناحيه الكدب ما بيعرفوش، حتى بيبان عليهم على طول، بس كده، بس ما بيعرفوش يكدبوا. ده حقيقي؟ طمني. لا هم ما بيعرفوش يكدبوا فعلا، يعني هم حتى لما بيكذبوا بيبان عليهم على طول، يعني لا، لانه الستات معظما عشان تفبرك المواضيع او تالف على اهلها وعلى زوجها عشان تعرف تطلع لازم تكذب. لا طبعا، ده لا يمت الحقيقه بصله خالص، لان الكذب دي صفه ملازمه للرجال والستات. مين اللي الكذبه بتاعته بتبقى مكشوفه اكتر؟ بتبقى ستات. الرجاله كدبته بتبقى مكشوفه لو هو مثلا متجوز وفي البيت مثلا وعامل حاجه من مراته بتفقسه قوي، يعني الست بتبقى مكشوفه عشان يعني الراجل اللي هو اذكى من 6 مليون مره، يعني فالست لو فكرت تكذب فهتبان، هي ممكن ما تبانش في وقتها بس هي هتبان مع الوقت ايا كان، يعني لازم تبان. طب وكذبتهم بقى بتبقى شاطره ولا بتتكشف؟ لا بتتكشف، نفقسهم على طول، لان الكذب طبعا ملوش رجلين ولا ايدين ولا اي حاجه. لا لا بيتهرشوا بسرعه، لا ممكن بقى الاهبل تعدى عليهم الموضوع، انما لا بهرشهم بسرعه قوي. ومين بيكذب اكتر، رجاله ولا ستات؟ لا الرجاله طبعا، الرجاله اساتذه في الكذب بصراحه. ما يعني بحس ان هو بيكشف من عينيهم كمان، انا بكذب بضحك. لا بتكشف، انا معاك ان هي ممكن تتكشف، لان هي ما عندهاش حته الدهاء والمكر اللي موجود عند الرجاله، يعني لا الرجاله بيكذبوا اكتر من الستات كمان. طب مين كذبته بتتكشف اكتر، الراجل ولا الست؟ الست اول حاجه بتتكشف، ما تعرفش تالف اي حاجه.